إن كنت مصرياً وتبحث عن تمويل لشراء سيارة أو شقة أو حتى تأسيس عمل خاص، فالوجهة الأكثر إقبالاً هذه الأيام في القاهرة هي المصارف الإسلامية، وهذه المصارف تستند في تعاملاتها إلى الشريعة الإسلامية، فهي تمنع الفائدة ولا تستثمر في أمور محرمة. وأهم خدمات المصارف الإسلامية عقود المرابحة إضافة إلى الصقوق التي توازي البوند في المصارف التجارية العادية، وهي تلاقي رواجاً كبيراً غير مسبوق. العالم كله ابتدى يلتفت إليها وابتدى يلتفت للسبب إن هي حمت نفسها في الأزمة العالمية، وابتدوا يدرسوا إيه سبب إنها كانت عندها مناعة، ففي إقبال شديد ما في شك. مناعة المصارف الإسلامية دفعت بالكثيرين إلى التساؤل، خصوصا وأن حجم هذا القطاع بلغ 1000 مليار دولار في العام، والمبدأ العريض للتمويلات ينص على مشاركة الزبائن في الخسائر والأرباح. المصرف الإسلامي قد يسلف المال لشخص يريد شراء أي شيء وسيوافق على نسبة من الأرباح سواء كان الاستثمار مربحا أم لا، وبعض الزبائن قد تعجبهم هذه الفكرة لكن ليس الجميع مقتنعا بها. لو هتحطي يعني حساب مثلا نظام وديعة تاخد عليه فايدة ما فايدة، كل دي ممكن تبقى شبهة يعني. أما الحساب بنك إسلامي بيديلك فوائد متعالية ومتناقصة يعني حسب ما هو بيكسب أو بيخسر، فبيكون أفضل من أي بنك تاني يعني. أفضل يكون بنك عادي. أنا جربت التعامل قبل كده مع البنوك الإسلامية، لقيت الفوائد أقل من النص يمكن، وأنا مش فاهم ليه يعني. ومع انتشار المصارف الإسلامية الآن في أكثر من 50 بلدا، يبدو المستقبل مشرقا لهذا الوافد الجديد إلى عالم الاستثمار.